لو سمحت عزيزي أذكرك بأمر بسيط جدا، هو أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنا أتفق معه جملة وتفصيلا مؤخرا في تصريح علني، قال بأن مشكل زياش ومشكل مزراوي تحت السيطرة، وقال بأن الأمر سيحل قريبا. معناه أن رئيس الاتحاد المغربي فوزي القشاع يعرف بأن الأسباب هي أسباب تافهة لا أقل ولا أكثر. أنا أعتقد أن بأن هذا دليل قطعي على ذلك. ثانيا أقول لك وأذكر أيضا خليل زيج، أقول له صحيح المنتخب مقدس، ولكن مقدس على اللاعب ومقدس على المدرب ومقدس على المسير. لا أحد أيضا يحق له أيضا الترفع عن المنتخب المغربي بقراراته أو بأفكاره الغير المعقولة. ثالثا أنا أعرف بأن حكيم زياش، وأعرف أيضا المزراوي، وأعرفهما عن قرب، أن لاعبين منضبطين، لاعبين فضل الفريق الوطني المغربي على الفريق الهولندي، لاعبين أعطى الكثير للفريق الوطني. وأعتقد أن مؤخرا أحد اللاعبين بتشيلسي شاهد في حق زياش وهو يتابع المنتخب الرديف، ويقول كيف كان يتفاعل وكيف كان يتعامل مع كل حركات المنتخب المغربي الرديف. وأنا أقول لخليل زيج، أنت مهما طالت أيامك فأيامك معدودة مع المنتخب المغربي. حينما تبعد لاعبين كان فضل الفريق الوطني المغربي على الفريق على المنتخب الهولندي، ألا تعطي رسالة عنيفة ورسالة سيئة للأجيال القادمة داخل هولندا وبلجيكا إلى غير ذلك؟ بمعنى أن كل من سيفضل المنتخب المغربي سيكون مصيره كهذا المصير، خاصة وأن الأساليب أو أسباب الإبعاد هي ليست لا بتقنية ولا بانضباطية إلى غير ذلك. أنا أقول لا، ليس عيبا أن يخطئ المرء، ولكن العيب أن يتمادى، والعيب الأكبر هو أن يبرر هذا الخطأ. أعتقد بأن أحسن فرصة إليه هو الاستدراك وتصحيح هذا الخطأ، وأن يستفيد المنتخب المغربي من لاعبين مميزين.